وخلشة بالقاسم ومن معه ورق محمد تمت محاكمتهم وإدانتهم عام حبس مع 6 شهور موقف التنفيذ بالنسبة لخنشة وجماعته، 18 شهر مع 6 شهور موقف التنفيذ بالنسبة لرق محمد، لسبب بسيط وهو أنهم عبروا على رأيهم بطريقة سلمية. يعتبر الحكم على المواطنين الذين يتجمعون بطريقة سلمية للتعبير عن رأيهم تجاوز لأحكام الدستور الذي يضمن حرية التجمع وحرية التعبير. نطالب باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان المكفولة بموجب أحكام الدستور ومكفولة كذلك بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم ملا الرؤوف، عضو في الكونفدرالية العامة للعمال في الجزائر، مناضل في حقوق الإنسان. يشرفني أني اليوم نطلب من السلطات العليا الجزائر احترام حقوق الإنسان في الجزائر واحترام البطالة الشمارة اللي راهم يسوفريو في هذه البلاد بدون عمل، بدون مشردين، وكانوا مشردين، وتزيد عليهم التعسف السلطات تاعنا القضائية بإدخالهم للسجون تعسفا وحقرة بتهم واهية اللي هي تجمهر، اللي أصبح تهم التجمهر هي يعني الملاذ القانوني الوحيد للسلطات هذه من اجل ردع هذه الفئه المحرومه في الجزائر. لهذا نطلب من جميع المواطنين اللي عندهم روح المسؤوليه، اللي عندهم روح المواطنه، انهم يضامنوا مع خواتهم هذوما اللي في الغواط، اللي راهم قاعدين يموتوا بالجوع والسلطات راهي قاعده تقتل فيهم يوما بعد يوم. وشكرا. condamnant avec la plus grande vigueur la détention des camarades chômeurs de la droite qui sont venus demander leur droit légitime constitutionnel au travail et qui se retrouvent emprisonnés de façon injuste. Nous sommes solidaires avec eux, nous sommes partie prenante du collectif qui vient de se former pour les défendre, pour leur apporter soutien et au-delà pour faire barrage aux atteintes et aux violations de la loi qui sont en train de se propager d'une façon dangereuse dans le pays. ترفاث بقادي قدشن في زعفان بوم فان دي ثمون الزيار ثغرنا غساقيا كني الدالين ديلي في فراث إيم دوكا دي مغنسن إقلان دي ثمون ذي تلغوات إلا قان سيول إدزيرين تزيرين مرة أكن أدفغن وصغن إثفغا قيم دوكا لقنا ثمون. مريم معروف، رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية سنابا. احنا كذلك قطاع تربية نندب بهذا التعسف ضد البطالين ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وبالتالي الكف من الممارسات الغير قانونية ضد النشطاء وضد كل من يطالب بحقه من أجل الكرامة والعيش السليم. نطالب بإطلاق سراح الموقوفين بسجن الأغواط عند الشباب البطال الذي تم توقيفه تعسفا لا للقمع على جمع الشباب التضامن مع العاطلين عن العمل بسجن الأغواط. السلام عليكم. شندني لطفي وسعد السولة توت مغيلا الحبس للموقوفين وخاصة لأن الأغواط حقيقة ربما يفرج نفسنا نشارك في نقابة البلدية رمسة وليد غردايا ربما إن شاء الله هذا تم مرتي وسيلة يغرف. Ceci est un appel pour toutes les forces progressistes, toutes les associations, toutes les forces et les acteurs de la société civile pour exiger et réclamer la libération des chômeurs de la loi. Parce qu'ils défendent une cause juste, une cause noble. Donc, ils ne devraient pas être en prison. Il faut exiger leur libération. Voilà. Je suis Mohamed Belarbesi. رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع المالية المنظمة تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سنابا،
والعضو في الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر السيغاتا، أطالب باسمي وباسم كل أعضاء الفيدرالية الوطنية لعمال المالية بالإسراع في إطلاق سراح السيد خنشة بن قاسم ومن معه.